شو صار معي الأختين؟ شنتين؟ قال يعني ما كان سمعان. لك أبو منال إمتى بدك تغير هالأواعي؟ الوسخ عليهم صار شبر. لك شذبهم تجيب لشواربك، ليش تاركهم مثل ما كنسة؟ لك صرت مسخرة بالحارة أنت يا أبو منال. صبعتك وما بتعرف تبوي، وكمامك مفتة أخيطهم ولا ما عندك إبرة وخيط؟ إيه شو مرتي أنت ولا بنت عمي؟ ياي قولي كش برا وبعيد يا لطيف. بس شو بدي أعمل؟ شو بدي ساوي؟ ظروفي حاكمتني، مفروض علي فرض أتصبح وأتمسى فيك كل يوم. إذا ما عاجبك منظري غمض عيوني. عم غمضهم، أوكي. عيوني عم غمضهم، بس إنفي شو ساوي فيه؟ اصطمة مشان ما شم الروايح العطيرة يلي عم تجي وتفوح علي من جياشيتكم. سكريهم بقطن، القطن ببلاوش. بدل ما تقلي سكريهم، إيه روح اتحمم، اتنظف على حالك شوي. لك بتعرف حالك بتشتغل حضرتك بالزبالة، اتخسل لك زومين ثلاثة ولا أخذت مناخيرك على الروايح البشعة؟ لك هلا أنت شو بدك مني؟ لك أنا مشانك شو بيقولوا الجار الجار؟ لك ليك بنتك ما شاء الله حولها كبرت وشنترت، لحد هلا ما حدا عم يسترجي يقتحم الحاوية شيتك، اخطي بعدين بتبور. لك هلا أنت شو دخلك بيني وبين بنتي؟ آه؟ قولي لي بوران، مو شغلتك هاي؟ ايه مزبوط مو شغلتي. يبليني بحمه، يبليني بحمه. ليش لقداخل؟ ليش لقداخل؟ قال يا داخل بين البصله وقشرتها ما بينومك الا ريحتها. عجبك؟ شو كان بدنا بالشغله يعني؟ فوت فوت انا مبسوط. ما مناول قومي سخني المي بدي اتغسل. شو ما عم اقول لك؟ ضروري كنا نسمع المحاضره من بوران خالهم، يعني مش قادر تروح تتحمى. هلا تضربي منك لبوران، عم اقول لك قومي سخني المي بدي اتغسل. ايه I'm not a little bit of 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 a little bit of